أعلن 20 حزبا سياسيا أردنيا خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الجبهة الأردنية الموحدة ضرورة أن يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط بحيث يتضمن القوائم العامة أو الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري. أن الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان تؤكد على ضرورة أن يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط بحيث يتضمن القانون القوائم العامة أو الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري. والأحزاب السياسية إذ تطالب بذلك فإنها لا تنطلق من معايير ضيقة أو رغبة في الوصول إلى البرلمان والاستحواذ على مقاعده أو تسعى إلى تهميش مكونات المجتمع الأخرى التي هي بالنهاية والبداية الأصل في تشكيل أحزابها الوطنية. فالأحزاب السياسية تنطلق من منطلقات عامة تستند إلى مبررات وموجبات وطنية مهمة وحساسة وضرورية تستدعي أن يبنى قانون الانتخاب في جزء منه على نظام القائمة العامة التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية أكدت في بيانها أنها لا ترى في هذا القانون ما قد يسهم في بناء العملية الإصلاحية التي طال انتظارها، وتطالب أعضاء البرلمان رد هذا القانون والانفتاح على الأحزاب السياسية من أجل المصلحة الوطنية العليا. إن الأحزاب السياسية الأردنية لا ترى في هذا القانون أي بارقة للإصلاح السياسي ولا أي مدخل للولوج على مسارات الحكومة البرلمانية، لأن هذا القانون يستند إلى نفس الفلسفة التي قامت عليها القوانين السابقة، وهي إعطاء التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي. وعليه فإن الأحزاب السياسية لا ترى في هذا القانون ما قد يسهم في بناء العملية الإصلاحية التي طال انتظارها، وتطالب أعضاء البرلمان رد هذا القانون والانفتاح على الأحزاب السياسية من أجل المصلحة الوطنية العليا. وفي حال إقرار هذا القانون فإن الأحزاب السياسية لا ترى مصلحة حقيقية قد يجنيها الوطن والمواطن في الانتخابات النيابية القادمة، وبالتالي فإنها ستعيد دراسة موقفها كأحزاب من العملية الانتخابية برمتها. أمين عام حزب العمل الإسلامي قال إن هذا القانون لا يسهم بتوفير متطلبات العملية الإصلاحية، وإنه قانون مختلف عن قانون عام 1989. الحقيقة من حق الحكومة أن تقول ما تشاء، ومن حق رئيس الحكومة أن يقول ما يشاء، لكن من حقنا أن نفهم بالطريقة التي نعتقد. أعتقد أن الحديث عن قانون يشبه قانون 89 هذا كلام يعني يفتقد إلى الموضوعية وإلى الدقة، وأعتقد أن الشعب الأردني وفي طليعته الأحزاب السياسية أكبر من أن تنطلي عليه مثل هذه التوصيفات التي لا تستند إلى أصول ثابتة. نحن في البدايات أخي الكريم رحبنا عندما سمعنا ما رشح من معلومات في الدقائق الأولى، وقلنا يعني قياسا على ما تفضل به دولة الرئيس نحن نرحب بمغادرة الحكومة مربع قانون الصوت الواحد، وهذا مطلب أصيل من مطالب الأحزاب التي تجتمع في هذه القاعة. ثم نحن لنا مآخذ كبيرة على مسودة هذا القانون، وأعتقد أنه ليس ثمة توافق بين مشروع هذا القانون وبين القانون الذي جرت عليه الانتخابات في 89. وفي حال إقرار هذا القانون فإن الأحزاب السياسية لا ترى مصلحة حقيقية قد يجنيها الوطن والمواطن في الانتخابات النيابية القادمة، وبالتالي فإنها ستعيد دراسة موقفها كحزاب من العملية الانتخابية برمتها بحسب البيان. حمد الفائز، الحقيقة الدولية.